عن مشاركتنا في الأولمبياد ككرة قدم مع منتخبنا الأولمبي بشكل عام. شوف دايما الخروج المبكر بيبقى فيه انتقادات لازعة جدا. صح. احنا عندنا في مصر يا بنفرح قوي صح يا بنزعل قوي، ما عندناش نبالغ في الزعل نبالغ قوي في... بالظبط كده. وخد عندك بقى الناس اللي بتحب تصطاد كتير جدا، لكن انا في النهايه انا كل الشكر طبعا للجهاز الفني، قياده كابتن شوقي غريب والجهاز المعاون وكل المجموعه، يعني انا بتكلم في كل المجموعه، شوقي ويعني محمد شوقي ومعتمد جمال وشيتوس واسامه عبد الكريم وكل حتى وكابتن كمان المدير الاداري كابتن كل الجهاز كل الاستاف الموجود واللعيبه كمان، هم ادوا بطوله جيده جدا، الناس ما فيش حد قصر بشكل كبير جدا. لكن في النهايه احنا كنا بنتمنى ان طموح يبقى ابعد من كده. في نفس الوقت خليني اقول لك على المنتخب الاولمبي اللي موجود ده، معظم اللعيبه دي كلها بتلعب في الدوري المصري ومتالقه وبتلعب بصفه اساسيه بقالهم حوالي 3 4 سنين كلهم. وبعدين من الحاجات القويه جدا الناجحه جدا كمان اللي خلت ان في معاك لعيبه على المستوى الفردي والمستوى الجماعي منتخب قوي جدا، الواحد بيبقى سعيد وهو ماسك منتخب زي ده، ان الاعارات اللي حصلت مع اللعيبه دي فرقت معاهم كتير جدا. صح صح جدا صح، فبقوا متالقين جدا وبقى بيكسروا الدنيا. فطلوع اللعيبه في الاعارات وخاصه من انديه كتيره زي الاهلي، كنت دايما بتاخد انت كمنتخب اولمبي ومنتخب شباب تروح تاخد لعيبه الاهلي والزمالك الاحتياطيين بس ما بيلعبوش، ما بيلعبوش بس بتاخدهم، لكن دلوقتي هم بيلعبوا في كل الانديه وبيشاركوا بشكل اساسي، وده من الحاجات الايجابيه. فحسينا بمنتخب قوي جدا في كل خطوطه. صح، لكن كان البدايه كانت مطلوبه جدا ان انت مع اسبانيا بطل اوروبا ان انت تلعب بالاسلوب ده، بس كان محتاج شويه ان انا افتح شويه، يبقى المهام الهجوميه شويه ابتدي اشتغل عليه حتى لو جزء، لكن هي كانت بلعب بطريقه دفاعيه بحته، لكن خدت اللي انا عايزه، خدت البونت، اداني دفعه معنويه على مباراه الارجنتين. مباراه الارجنتين انت بتهاجم على استحياء ومفيش في الكوره الهجوم على استحياء دوت، لكن انت ضيعت استقبلت هدف خلاص الارجنتين كسبتك المباراه دي. المباراه الثالثه عشان انت اتحطيت تحت ضغط ما عندكش بديل الا صح الفوز. صح، واحنا في طبيعتنا دايما لما بنتحط تحت ضغط نلعب بنكون حاضرين. صح، فلعبنا وادينا بشكل كويس جدا. انا بشوف الفكر نفسه التحضير، احنا اعتقد بعد مباراه استراليا الكبيره جدا دي كان في افراط شويه في الفرحه. اعتقد حاله التركيز نفسها لمباراه البرازيل خدت وقت قليل قوي، لان المسافه كانت 3 ايام. صح، من مباراه استراليا لمباراه البرازيل انت الناس كتير قوي اراء مختلفه او تباين في الاراء ان منتخب برازيل كنا نقدر. هي في حاجه مهمه جدا ان انت تصدق ان انتوا كلعيبه او منتخب مصر او كجهاز فني تصدقوا ان انت تلعب البرازيل وتكسب البرازيل. صحيح، انا شفت ده، ولسه كنا بنتكلم يا كريم في نقطه مهمه جدا في الدوره الاولمبيه اللي فاتت ماتش 3-2 وكاس القارات مع كابتن حسن شحاته، عملنا مباراه ولا اروع لان اللعيبه صدقت. صح، حتى بعد ما كنا خسرانين وكان منتخب قوي جدا البرازيل احرجنا البرازيل جدا. صحيح، والنتيجه وصلت 3-3 وكان لسه موضوع الفار دوت في ضربه الجزاء وكل كنا خسرنا 4-3 بضرب جزاء، لكن عملنا كوره وعملنا اهداف، زيدان وتريكا وشوقي كلهم تالقوا في هذه المباراه، كل المجموعه وسيد معاهم كل المجموعه. صحيح، هنا انا اللي زعلني جدا ان احنا في مباراه البرازيل لا كنا بندافع، الدفاع محكم قوي على مفاتيح اللعب ودفاع منظم وتمركز جيد جدا زي ما حصل في اسبانيا ولا كنا بنهاجم زي استراليا يعني الموضوع كله كما لو انك انت كنت عايز توصل لهدف معين. ايه الهدف اللي انت كنت عايز توصله في مباراه البرازيل؟ ودليل على كده ان انت مفيش فرص، ما خلقتش فرص حقيقيه، ما كانش ليك تواجد، ما حرقتش البرازيل. وانا بقول لك كنت اتمنى ان يبقى في عنوان ان مصر احرجت البرازيل برغم الخساره. كان نفسك ده يحصل، يعني نفسي ده يحصل، مش شايف ان ده حصل؟ ما حصلش، لان انا كنت منتظر ده. لان انا كنت عايز اقيس كره مصر، كنت عايز اشوفها على مستوى العالم كله باللعيبه الموجوده دي، اللعيبه المتميزه دي جدا. صح، اللعيبه دي في المباراه تبقى ند للبرازيل. طيب انا ممكن اسال حضرتك سؤال فرعي شويه، هو لا متعلق بهذا الامر، بس احنا دايما بنقول ان احنا عندنا مواهب وعندنا اسماء محترمه وعندنا جيل محترم وخلافه، بس دايما في المواجهات العالميه الجيل المحترم والمواهب العظيمه دي ما بتظهرش زي ما بنشوفها محليا او افريقيا، ايه السبب؟ اقول لك السبب ايه؟ يعني الاسماء اللي حضرتك قلتها في المنتخب الاولمبي، كل اللاعبين اللي موجودين في المنتخب الاولمبي نجوم، يعني كلهم نجوم في الدوري المصري. نيجي في منافسات عالميه يبقوا قلقانين حتى من البرازيل وهم بيلعبوا. شوف بص على القيمه التسويقيه ما بين المنتخب البرازيلي والقيمه التسويقيه ما بين منتخب مصر، هتعرف الفرق.
لان الناس دي كلها محترفين في دوريات اوروبا كلها. والناس دي على فكره دي وظيفتهم. فالناس دي بيبقوا متاسسين من صغرهم بيروحوا الانديه ويحتكوا صح. وبيمشوا بنظام معين صح. نظام على مستوى التدريب علم التدريب العالي جدا بشكل معين زي ما بشبه محمد صلاح. محمد صلاح دلوقتي بصبغه اوروبيه ما بقولش محمد صلاح مصري صح. هو مصري بصبغه اوروبيه صح. فبتلاقي انت بتتعامل معاه لا بتتعامل معاه خلاص انت بتتعامل معاه كمان في اللبس في الكلام في الاسلوب في الطريقه في التدريب في النوم في التغذيه في حاجات كتيره جدا. كابتن حسام احنا بنشوف التفاصيل اللي بين محمد صلاح وباقي اللاعبين كلهم محترمين والله ما ليس تقليلا منهم بس الفكره في لمس الكوره في الاستلام والتسلم في التدخلات في تفاصيل صغيره واكيد حضرتك هتفهمها اكتر مني بكتير بس التفاصيل دي مش بتبقى موجوده حتى مع اللعيبه الحريفه اللي عندنا لان الناس دي كمان الناس دي موجوده في كل على مستوى العالم كله في كلها في كلها في كورسات تدريبية على أعلى مستوى مدارس مختلفة في المدربين على أعلى مستوى.